ليلة عيد عيش الجمهور الإماراتي مع فنان العرب محمد عبده بالكوكاكولا أرينا وبحفل ضخم من تنظيم روتانا وأرتست هاوس وعلى هامش مفاجآت صيف دبي. هيك كانت الأجواء مع أبو نور على المسرح، أما بالكواليس فكان وصل برفقة العراب سالم الهندي، وبعد الصورة التذكارية التقى الإعلاميين بشكل سريع. إن شاء الله بحول الله نستعد الجماهير بما يتطلبون به وتوقعونه من أغاني، إن شاء الله يكون صيف ممتع، صيف قوي. أبو نور وعلى هامش الحفل كان يتحدث عن الجمهور الإماراتي وعن خصوصية الحفلات بالإمارات. مسارحكم جميلة مسميعه حقيقه، عندكم فائقه فنيه واغاني لها طابع معين، وانا قارئها، قارئ اذواقكم، ان شاء الله نقدم لكم الاشياء اللي بتكون. ليله رائعه عايشه الجمهور مع ابو نوره بدوله الامارات العربيه المتحده، والحفل كان بغايه من الجمال وامتد لاكثر من 3 ساعات، على امل ينعاد عليكم وعلى ابو نوره بالخير والصحه والعافيه.